الثقب العالية أما إذا كانت في حالة متوسطة معناه أن هناك حالة جوية قريبة من المملكة. أما إذا كانت هناك حالة عالية على مدينة الرياض العاصمة لاحظنا بعض الثقب العالية. هذا دليل أن الأجواء مستقبلة بمشيئة الله تعالى أجواء حالة ممطرة، وهذه الثقب العالية تكون خفيفة ورقيقة تكاد يعني تغطي أشعة الشمس، وإن كان في خط الثناء وهي طبعا عابرة للقارات في ارتفاعات كامل، وبالتالي توحي بأن هناك تقلبات قريبة متوقع أن تكون على المملكة. أما المتوسطة كما ذكرنا إذا خلط الحالي مع متوسط معناه أن هناك حالة قريبة جدا من حدود المملكة، كما نلاحظ عندما شاهدنا السحب العالية وأيضا السحب المتوسط على حدود الشمال على اليوم، وتوقع أيضا يوم غد قد يكون بعض الغيوم الخبيرة الأخرى تتخلل. عموما انتبهتني إلى مسألة هذه خاصة في بعض الأيام، تتوقع بمشيئة الله الحالة بدءا من أسبوع الخامس تتحكم قسط الأمطار على أجواء بلادنا، وسوف نتحدث عنها في حين إن شاء الله. الأستاذ عبد العزيز الثاني الباحث في قسط المناخ وعضو لجنة تسوية الحالات المناخية المميزة في المملكة، شكرا جزيلا لك. هل يوم ما لا بشكل